سنويا خلال الليالي الرمضانية تقام هذه البطولة الرياضية التي ميزتها مشاركة الفئات العمرية عن غيرها من البطولات التي عرفت بها النجف، ويتلهف للمشاركة فيها هواة الألعاب الفردية من الشبان والفتيات. هذه البطولة الرمضانية السنوية اللي تقيم بها أو تقوم بها اللجنة البارالمبية بالنجف بالتعاون مع منتدى صباح القرعاوي وتنظيم فريق أصدقاء ذوي الهمم. الحمد لله بكل سنة دا يصير عندنا فد تعديلات عليها، فد تطورات عليها. والشيء الحلو أنه اليوم النجف صارت تستقطب كل البطولات أو أغلب البطولات اللي دا تصير بالعراق، فالحمد لله النجف بدأت تأخذ يعني خلينا نقول فد مبادرات، تأخذ فد بطولات، تأخذ فد أوسمة على مستوى العراق، وأكيد عندنا الوعي من النجف على مستوى آسيا. بالطبع هاي البطولة هي البطولة الرابعة الرمضانية، تقام يعني بعد الفطور كحالة تنشيطية للموظفين لرواد اللعبة للهواة وأيضا لمتحدين الإعاقة فريقنا. نسخة الرابعة جاءت بمشاركة واسعة وتحديدا من قبل الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة، هواة ومحترفين سيما ممثلي المنتخب الوطني العراقي. صار من 2019 ألعب وسحبت منتخب الحمد لله والشكر وحققت إنجازات كثيرة. نتمنى أن دعم الحكومة أن توجهون إلى هذه المباراة الكبرى تقام في النجف على قاعة شهيد صباح القرعاوي، وعدة بطولات إن شاء الله القادمة أفضل. اليوم راح أشارك ببطولة رمضانية نقيمها بكل رمضان، هذه المرة الرابعة إن شاء الله، وإن شاء الله أحقق إنجاز فيها. كل سنة أنا أخذ الأول. نشاط رياضي جاء لتحفيز اللاعب وأساتذته خلال الشهر الفضيل، وكحالة تنشيطية لإبعاد الخمول الذي قد يشعر به الصائم إن ابتعد عن ممارسة الأنشطة الرياضية التي اعتاد عليها خلال الأيام الأخرى. اليوم كانت عندنا زيارة إلى ذوي الهمم ذوي الإعاقة من أجل افتتاح بطولة الطاولة، وشاركت بهذه البطولة. دعمنا إن شاء الله يكون لهم بقدر الاحتياجات اللي يحتاجوها، وتم الاتفاق مع الأخوة السادة المسؤولين عن هذا المكان من أجل أنه نقدم لهم بعض الدعم اللازم. الحمد لله سبحانه وتعالى النجف في كل شيء مميزة. لقناة دجلة من النجف، كرار العساف.